من عمر المواجهه. ركنيه من الجهه اليسرى، تلعب الكره بهذه الطريقه، ممكن تصويبها من هذا المكان، تصوب الكره، جول 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 جول. الطوفان يصل مبكرا، يسجل اولا بتصويبه قويه، لم تترك اي حد للحارس علي حسن. شوف الكره كيف لعبت من الجهه اليسرى، شوف كيف صوبت بهذه الطريقه على البياتي. فهذا البياتي يرسل كره عرضيه طويله على المقاس، ثاني الاهداف، نعم الهدف الثاني في هذه اللحظات لمصلحه نادي تحيل. كره كانت على المقاس، على الطائر براسيه مركزه، وضع في شباك علي حسن. شوف الكره كيف لعبت من الجهه اليسرى، شوف كيف حضرت من سلمين. تطلع ميدان من الجهه اليمنى، حذر من المغامره في هذه المناطق بالذات. ضاعت الكره، ممكن تمريره بينيه، انطلاقه من جانب رابح بوسافي، رابح في التمرير، كره في الشباك، الله على كره عكسيه تسكن مرمى الحارس علي حسن. كرة في الشباك وتمريرة كانت محضرة من جانب اللاعب رابح بوسافي، وأحمد عيسى يضعها في المرمى هذه المرة بنيران صديقة. شوف الكرة كيف لعبت من الجهة اليسرى، شوف كيف مررت، المدافع خاطر، جازف، غامر، والكرة ضاعت، وانطلاقة رائعة من جانب رابح بوسافي حتى نادي التحيل، وبالتالي الهدف لم يحتسب، الهدف الرابع لم يحتسب. كرة خطيرة جميلة، الله هذا الهدف أجمل، هذا الهدف أروع بكثير 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 بكثير. مونتيالي هذا الجول من جانب فهد البياتي، فهد البياتي يسجل الهدف الرابع بعدما ألغي رابع الأهداف، الآن يأتي هدف مميز، هدف جميل بطريقة. وصلت دائما في اتجاه رابح بوسافي، ينطلق بوسافي، يتوغل بوسافي، يبحث عن كرة عرضية في اتجاه سلمين. جول 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 جول، خمسة وخميس يا سلمين، الرميحي برمح مسدد يضع الكرة في شباك علي حسن. شوف شوف الكرة كيف لعبت، ويسجل خامس الأهداف في هذه المواجهة بطريقة مميزة. تحيل إلى ثاني أو خامس الأهداف في هذه المواجهة. كرة من جديد علي حسن، حذاري علي، يبعد الكرة، ممكن سادس الأهداف في هذه اللحظات دائما لمصلحة نادي تحيل. نعم السادس، السادس بطريقة مميزة. فهد البياتي بنفس الطريقة سجل الهدف الرابع بطريقة مونديالية، يعود هذه المرة ويسجل سادس الأهداف بطريقة عالمية. لكن الحارس، الحارس هو من نادى الكرة، الحارس هو من قدم الهدية، وانطلاقة مميزة من جانب فهد، ويتواجد في دور الدرجة الثانية بداية من الموسم القادم. كرة تمريرة جميلة مرت من أمام الجميع، انطلاقة من رابح بوسافي، رابح رابح رابح، جول 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 جول. الهدف السابع في هذه اللحظات من جانب رابح بوسافي، الجناح الطائر لنادي تحيل، يكمل السباعية بتصويبة كانت قوية وانطلاقة مميزة. رابح بوسافي وجه الفوز ووجه الربح على عناصر نادي تحيل، ينتفض في هذه اللحظات ويسجل هدف جميل. شوف الانطلاقة، شوف التصويب، يركز سلمين الرميحي، يبحث عن وضع الكرة في الشباك، سلمين يسجل، سلمين يسجل الهدف الثاني له شخصيا في هذه المباراة، والهدف الثامن لنادي تحيل. خلاص المواجهة بشكل كبير انتهت، 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 ثمان اهداف لمصلحة نادي تحيل.